هذه الموضوعات، حيث ارتفع عدد الوفيات غرقا في الجزائر إلى 160 حالة منذ الأول من يونيو، كما سجلت في أسبوع واحد من هذه الفترة 40 حالة وفاة. وذكرت مديرية الحماية المدنية الجزائرية في بيان أنه جرى تسجيل 109 وفيات في الشواطئ و51 حالة وفاة في المجمعات المائية. تعود أسباب الغرق وفق السلطات إلى عدم التقيد بتعليمات وإجراءات السلامة، خصوصا في الأوقات التي تمنع فيها السباحة، وكذلك بسبب السباحة في الشواطئ والبحيرات والأحواض والسدود والمجمعات المائية التي تمنع فيها كما ذكرنا السباحة. للإضاءة أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الجزائر العقيد عاشور فاروق، مدير الإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر. نرحب بك معنا في صباح جديد على التلفزيون العربي. إذا يعني تقول السلطات أن أسباب الغرق تعود إلى عدم التقيد بإجراءات وتعليمات السلامة، هل لهذه الدرجة من الصعب فرض إجراءات الحماية المدنية؟ أولا صباح الخير وتحية إلى مشاهدين التلفزيون العربي. فيما يتعلق بهذه الظاهرة التي ارتفعت إذا قارنا بنفس الفترة خلال السنة الماضية تقريبا ب 35%، ترجع أساسا إلى التوافد الكبير على مستوى الشواطئ والمجمعات المائية، نظرا للارتفاع الكبير الذي عرفته الجزائر في درجة الحرارة، خاصة لما نعرف أن تقريبا في بعض المناطق تقاربت درجة الحرارة بين 48 وحتى 50 درجة. للأسف شديد يعني الحصيلة مرتفعة جدا. الأسباب الأساسية هي التوافد، خاصة على مستوى الشواطئ الممنوعة التي لا توفر فيها كل شروط السلامة والأمن، ناهيك عن المجمعات المائية والبرك المائية التي السباحة فيها ممنوعة. أيضا في ظاهرة أخرى، أيضا توافد كبير صباحا باكرا قبل بدء عملية الحراسة على مستوى الشواطئ من مواطنين من الولايات المجاوره للولايات الشاطئيه. توفد كبير صباحا للاسف الشديد، هو معظمهم شباب لا يجدون السباحه، لذا سجلنا عدد معتبر. طيب، ولكن هناك عدد كبير بالوفيات داخل المجمعات المائيه بسبب ما ذكرت انه توافد كبير للسباحين والزوار. طب على الاقل يمكن بكل سهوله ضبط عدد الوافدين الى داخل المجمعات، اليس كذلك؟ المعروف أن فيه عدد معتبر من الجماعات المائية، للأسف شديد معظم الوفيات هم أطفال اللي توفدوا على مستوى البرك المائية وأيضا أحواض السقي، لذا كانت باشرنا منذ حوالي شهر عملية تحسيسية توعوية، وأنها ستعزز هذه العملية خلال الأيام الماضية بقوافل تحسيسية جوارية تهدف إلى تحسيس المواطنين، خاصة السكان من وحدات هذه المجمعات المائية، على عدم التوافد على مستوى هذه المجمعات لخطورتها. العملية هي حاليا متواصلة، لكن كما أشرت يعني ارتفاع كبير درجة الحرارة ما أدى إلى التوافد. طيب سيادة العقيد، الذين يقتلون بوحدات، نعم ذكرت إلى موضوع الحملات التحسيسية. المديرية العامة للحماية المدنية قامت بهذه الحملات الترويجية التحسيسية التوعوية منذ أشهر، هل برأيك هذا كاف؟ هل فقدان الوعي لدى المواطنين يفاقم مثل هذه المشكلة؟ وبالنسبة أيضا إلى الأرقام، يعني عندما نتحدث عن 40 حالة وفاة في ظرف أسبوع، ألا يدق هذا ناقوس خطر لديكم يجب اتخاذ إجراءات على الأقل للحد من هذا العدد الكبير من الوفيات بين الشباب؟ بدون شك أن تم اتخاذ إجراءات متعددة للتقليل من هذه الوفيات، كتعزيز جهاز على الحراسة على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، وأيضا القيام بدوريات على مستوى الشواطئ الممنوعة بمعية كل المصالح المعنية من أجل يعني حث الشباب على عدم التوافد على هذه الشواطئ من خلال تحسيسهم، وأيضا من خلال إجراءات ترضعية أخرى حتى نقلل من هذه الحوادث. للاسف شديد يعني في شباب كبير يعشقون يعني الشواطئ الصخريه، نعم اللي تعرفها يعني شواطئ الجزائر، وهي في الحقيقه اكيد انها جميله جدا، لكن حتى يعشقون المخاطره، يمكن متضارس نوعا ما من التهور. أكيد. ايضا
أكيد بدون شك، لذا كان في يعني اتخاذ إجراءات صارمة خاصة من طرف وزارة الداخلية من أجل إعطاء يعني كل التدابير لخاصة المصالح المعنية، خاصة المراقبة من أجل مباشرة عملها ب يعني بأجندة أكثر كثافة حتى يتمكنوا من تحسيس المواطنين. لكن لما نتكلم على شاطئ ساحلي كبير جدا، من الصعب أيضا مراقبة كل الشواطئ. التغيير فقط كان فيه يعني جهود كبيرة لحل ولتهيئة عدد معتبر من الشواطئ، حيث تقريبا 473 شاطئ مسموح للسباحة حاليا. فيه مجهودات أخرى تبذل من أجل تهيئة شواطئ أخرى لوضعها تحت تصرف المواطنين. لكن الحيطة والحظر يعني مطلوبة الآن حاليا في حملة كبيرة بمعية كل يعني المؤسسات وخاصة المؤسسات الإعلامية من أجل إرسال من يعني تثقيف ولا إرسال ولا ترسيخ الثقافة الوقائية لدى الشباب في مجال السلامة والأمن، خاصة لما نتكلم على أخطار مرتبطة بموسم الصيف. طب في سياق ما ذكرت من أسباب، من حملات توعية ومن طرق معالجة، هل تأمل فعلا بالسيطرة على هذه الظاهرة التي أصبحت خطيرة جدا؟ بدون شك أن كان فيه يعني قرارات هامة اتخذت من أجل الحد من هذه الظاهرة، ومن أجل العمل من جانب توعوي، وأيضا تحسين وأيضا تكثيف الوسائل الموجودة على مستوى الشواطئ، وأيضا فيه أيضا دوريات مراقبة على مستوى خاصة البركة المائية الكبيرة للحد من هذه الظاهرة، وأيضا من أجل أخذ التدابير على مستوى الجماعات المحلية من أجل وضع كل ما يجب نعم، من سيادة العقيد، ترتيبات في ظل للتفادي هذه من الظروف وهذه الأعداد الكبيرة من خلال شاشتنا، إن كان هناك من توجيهات، إن كان هناك من رسالة ممكن أن نوجه إلى الشباب الجزائري في محاولة لتفادي مثل هذه الحالات ولو بشكل سريع، حتى لو كانت بموضوع التوعية وموضوع عملية التوعية حتى من مخاطر أو الغرق بحد ذاته. أكيد هو من الضروري أن أؤكد مرة أخرى عبر شاشة التلفزيون العربي أن الشواطئ التي منعت لأسباب موضوعية من سلامة وأمن المواطنين، لذا لابد التقيد بهذه الإجراءات وعدم التوافد على مستوى الشواطئ الممنوعة وأيضا على مستوى الجماعات المائية التي خطيرة وخطيرة جدا السباحة فيها. لابد التقيد بكل التعليمات التي تعطى حتى على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، لابد أيضا احترام الرايات خاصة لما تكون الرايات حمراء وين تكون السباحة ممنوعة وتكون خطيرة. لابد التقيد بكل هذه النصائح نعم، التي تبقى الضمان الأساسي لسلامة وأمن المصطفين. شكرا جزيلا لك العقيد عاشور فاروق، مدير الإحصاءات والإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، كنت معنا من الجزائر العاصمة، شكرا جزيلا لك.